السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هو التعرف على قائمة editing من قائمة هوم بالإضافة إلى إعدادات الصفحة page setup. من قائمة هوم editing من مكوناتها find واللي يتم فيها البحث عن مستند أو كلمة أو نص أو فقرة أو صورة أو جدول أو معادلة أو ارتباط أو تعليق. Replace اللي هو استبدال كلمة بأخرى أو فقرة بأخرى أو صورة بأخرى أو معادلة بأخرى أو أي جدول بجدول آخر. Select اللي هي عملية اختيار العناصر أو التقاط العناصر، سواء كانت كلها أو بعض العناصر، يتم على تجميعها كجروب أو فكها حسب الحاجة. Theme إمكانية تغيير اللون أو الفونت أو الإفكت التأثير. إعدادات الصفحة page setup. margins الهوامش. orientation اتجاه الورقة أفقي أو عمودي. size حجم الورقة اللي 3A4. Columns نوع الأعمدة 2 أو 3. Breaks line number. Page background خلفية الورقة. هناك أيضا 3 فقرات يمكن أن نتعامل مع Page background اللي هي watermark، العلامة المائية، page color لون الصفحة، و page border حدود الصفحة. paragraphs اللي تشمل المسافة الباردية intent و spacing المسافة ما بين فقرة وأخرى. find للبحث عن كلمة أو صورة. تم شرح كيفية البحث عن كلمة في محاضرة سابقة. أما في حالة البحث عن صورة يتم البحث عن الجرافيكس، يتم التأشير على أول صورة ومن ثم الصورة الأخرى واللي بعدها واللي بعدها كما تلاحظون، أو طريقة البحث. كما يمكن البحث عن table فيتم التأشير على table الأول ثم أيضا الانتقال بالسهم إلى الجداول الموجودة في المستند. كما نلاحظ الانتقال في الجداول الموجودة في المستند. يمكن أيضا البحث عن معادلة equation. نلاحظ الاسم تم التأشير على معادلة موجودة في المستند، وأيضا الانتقال للبحث عن المعادلة المرادة في المستند عبر السهم الموجود للانتقال بين المعادلات أو البحث عن معادلات. في حالة التعامل مع الهوامش margins حسب الفقرة الموجودة أمامنا، نلاحظ في حالة اختيار النورمال الطبيعي أو النارو الضيق أو المتوسط، وهكذا يتم التعامل مع الأنواع الموجودة في الهوامش.
أما في حالة الإعدادات الخاصة اللي يمكن أن أجريها على الملف أو المستند الموجود لدي، يتم التعامل مع التوب في تقليل أو زيادة المسافة البادئة من الأعلى، والبوتوم أيضا اللي هي المسافة من الأسفل، يتم التعامل مع مسافة. فنلاحظ هنا أنها تفعل الفقرة معطية إلى الأعلى لأن قلنا المسافة من التوب. كما يمكن أن تغير المسافة على جهة اليمين أو اليسار من المستند، تقليلها أو زيادتها. تتم تقليل المسافة ومن ثم أوكي. نلاحظ المسافة أصبحت لدينا ضيقة حسب القيمة التي تم إعطاؤها. Orientation اللي هي اتجاه الورقة. Portrait عمودي أو Landscape الأفقي. Landscape أو Portrait، ونلاحظ من خلال المسطرة اللي تأخذ حجم الورقة أي 4، نلاحظ أن هاي طريقة الطباعة للورقة بالاتجاه العمودي، واللاندسكيب طباعة الورقة بالاتجاه الأفقي. يمكن اختيار اتجاه الورقة، كما يمكن اختيار سايز للتعامل مع حجم الورقة مراد طباعتها، حيث يتم اختيار نوع الورق اللي يتم طباعته، لتر أو أي فور أو أي فايف أو بي فايف والأنواع الأخرى. يتم اختيارها وملاحظة التغيير في نوع الورقة المستخدمة، كما أن هناك أنواع كثيرة لاستخدام شريط التمرير. هناك أنواع كثيرة من أنواع الورق اللي يمكن أن أستخدمها. وفي حالة الذهاب إلى مول بيرسيتا أيضا يمكن اختيار أنواع الورق الموجودة ومن ثم الطباعة، اختيارها والطباعة عليها. في حال الحاجة إلى تقسيم فقرة، يتم الذهاب إلى الفقرة واختيارها ومن ثم الذهاب إلى columns واختيار two columns أو three columns أو left أو right، تقسيمات مختلفة للأعمدة، اختيار more columns. يتم اختيار نوع الكولومز والمسافة ما بين كولوم وآخر أو عمود وآخر ومن ثم أوكي. في حالة الحاجة بعد عملية طباعة المستند لتغيير هوامش المستند، يتم الذهاب إلى تبويب Page Layout ومن ثم اختيار Merging اللي هي تحديد أبعاد المستند من الأعلى ومن الأسفل ومن جهة اليمين ومن جهة اليسار. ففي حالة استخدام نوع النورمال راح يكون المسافة تكون المسافة من الأعلى 254 ومن الأسفل بوتوم 254 ومن جهة اليسار 318 ومن جهة اليمين رايت
3.18. في حالة استخدام النوع الثاني من النورون الضيق راح تكون بالأبعاد التوب 1.27 والبطن أيضا 1.27 وبجهة الليفت 1.27 وجهة الرايت 1.27. نلاحظ الفرق بيناتهم. هنا المسافات ضيقت المستند من الأعلى وأيضا بالنسبة للمستند من الأعلى ومن الأسفل المسافة صارت ضيقة مثل النوع الأول. نختار نبرز اللي هو المتوسط، أيضا نلاحظ المسافة من الأعلى 254 من الأسفل 254 بس من جهة اليسار 191 ومن جهة اليمين 1.91 بالمية. نختار الوايد اللي هي تكون مسافة بعد الزد من جهة اليمين ومن جهة اليسار تكون مساحتها أكثر. نلاحظ أيضا على التوب نفس 2.54 بس بالنسبة للفت والرايت 5 سنتيمتر من 8 مليون. وهكذا يتم اختيار النوع اللي يحتاجه حسب النوع أو حسب الحاجة للمستند. في حالة اختيار كوستن مانجنس يتم التحكم بإعطاء القيمة اللي احنا نريدها، مثلا 1 من الأعلى و1 من الأسفل، كذلك من جهة اليمين نختار مثلا 1 ومن جهة اليسار أول مرة من جهة اللفت ومن ثم جهة اليمين الضغط ومن ثم اختيار الأوكي. تم ضبط الهوامش حسب النوع وحسب المعطيات اللي تم أخذها أو تم يتم الرجوع إلى النورمال اللي هي الاعتيادي على القياسات الاعتيادية للمستند النورمال الاعتيادي. في حالة الحاجة إلى طريقة طباعة المستند بورتريت الطباعة العمودية هو المستند اللي موجود عندنا أيضا طباعته عمودية. أما في حالة إذا الحاجة إلى طريقة الطبع لورقة تكون أفقية لاندسكيب يتم اختيارها وتم تدوير الورقة إلى النوع الأفقي. في إنشاء مستند جديد استخدام أمر نيو ومن ثم سمبل تمبلت نماذج جاهزة يتم اختيار أي نموذج من النماذج ومن ثم جريد أو إنشاء. يظهر النموذج بهذا الشكل حيث يتم اختيار themes ومن خلال أمر themes هناك عدة أنواع والضغط عليها نلاحظ تغير في نوع الثيم المستخدم وكل ثيم إلى ألوان الخاصة به والفونت بالإضافة إلى التأثيرات. فبالإمكان تغيير تأثيرات على الثيمز أو لاختيار الفقرة ومن ثم تغيير الفونت. ولاحظ التغيير بدأ يحصل على الكتابة. أنواع متعددة للفونت كما يمكن تغيير الثيم الألوان حسب النوع اللي نلاحظ التغييرات اللي بدها تحدث على التمبلت المستخدم.
اليوم عملت نوع جديد ومس المغربيت وباستخدام الأشكال ممكن أن يتم اختيارها. ويتم اختيار التكست هون يتم تكبير الكتابة وضعها بالمنتصف باختيار التوجيهات يتم اختيار قيمة مناسبة وأيضا اختيار الفونت لكن بإذن فونت يمكن استخدامه وأيضا يمكن اختيار الإفكت لاحظ كيف الإفكت أخذ الإفكت لي مثلا ممكن اختيار الفلتر أو للتعامل مع فقرة بيج باك جراوند. الفقرة الأولى اللي هي ووتر مارك إضافة علامة مائية للمستند، تم الضغط عليها اختيار أي صيغة من الصيغ الموجودة أمامنا أو الذهاب إلى كوستم ووتر مارك لتظهر لنا النافذة. نختار إذا كانت إما بيكتشر صورة أو تكست. إذا اختارينا بيكتشر ووتر مارك يتم اختيارها من ملف موجود لدينا مثلا اختيار هذه الصورة ومن ثم انسرت ونختار منها حجم الصورة مثلا تم اختيار 100% ومن ثم أبلاي ظهرت الصورة أمامنا على كل أوراق المستند الموجود لدينا. نلاحظ الصورة موجودة خلف المستند الموجود أمامنا. ثم تقوم بالأنجل وهذا في حالة كوستم لزيادة العلامة المائية نختار نوع ووتر مارك ومن ثم أبلاي. أما في حالة إضافة تكست يتم الكتابة في التكست مثلا قسم الآتي ونختار الحجم اللي راح يظهر به فنختار مثلا 120 واللون الخلفية ومثلا نختار اللون البنفسجي ومن ثم أطلع نلاحظ تم إضافة العلامة المائية هاتي على كل أوراق المستند الموجود لدينا. أما في حالة تغيير خلفية الأوراق الموجودة لدينا مثلا اختيار اللون الأخضر أو لون بنفسج أو أي لون آخر يتم اختيار خلفية الورق الموجودة لدينا حسب اللون المراد. إطار للمستند الموجود أمامنا يتم اختيار Page Border وهناك عدة أنواع من الستايل ويتم اختيار أي نوع من أنواع الخطوط الموجودة بالإضافة إلى اللون وبالإضافة إلى
اسمك الإطار المستخدم، فيتم اختيار نوع الخط. استعمل هنا في البريفيو تم مشاهدة نوع الإطار المستخدم واللون مالته، مثلا نختار اللون الأزرق، والحجم مثلا نختار هذا الإطار أو حجم أكبر اللي هو 3، ومن ثم أوكي. سوف يتم إضافة الإطار لكل أوراق المستند الموجود لدينا، وفي حالة تغيير الإطار أو إزالته يتم استخدام النوع، ومن ثم أوكي لإزالة هذا الإطار أو إضافة إطارات أخرى غير الخطوط باستخدام الآرت، ويتم اختيار شكل من الأشكال اللي موجودة لدينا. مثلا يتم اختيار هذا الشكل، ومن ثم أوكي يتم إضافته إلى كل الأوراق اللي موجودة أمامنا في المستند، أو تغييره إلى إطار آخر يتم اختياره من آرت. إطارات ملونة جاهزة، مثلا يتم اختيار هذا الإطار، ومن ثم تنفيذه على المستند الموجود أمامنا. مثلا اختيار هذه الفقرة، يتم وضع المسافة البعيدة مثلا 1، و before و after أيضا يتم إضافة 1، ونختار بين فقرة وفقرة before مثلا 2 و after فقرة أيضا. نلاحظ التغييرات اللي صارت بالنسبة لبداية الفقرة و والسبيسنج الموجود ما بين فقرة وفقرة، اختلفت في استخدام اندنتس و سبيسنج. والآن نثبت غير صورة مكان صورة في مستند ما باستخدام Find and Replace. اجمع عناصر رسم، حاول ترسم عناصر رسم ثم اجمعها بأمر جروب. قم بإنشاء مستند جديد، غير الهوامش إلى النوع الاعتيادي Normal، غير اتجاه الورقة إلى الأفقي Landscape، اختيار حجم ورقة A4، غير خلفية الصفحة إلى A1، استخدم بيج بوردر خط ممول لون أزرق وسمكة 3. قم بطباعة فقرة معينة ثم إضافة علامة مرئية إما صورة أو كتابة أخرى. تغيير الفقرة المرفوعة إلى عمودية. والآن حاول التعرف على الفرق بين مستند A و B، وما هي الأوامر التي تم استخدامها. نموذج آخر، حاول تعرف على الفرق بينهم وما هي الأوامر التي تم استخدامها. نموذج آخر، حاول تعرف على الفرق بينهم وما هي الأوامر التي تم استخدامها. وشكرا لإصغائكم.